طاب يومكم أحبتي المشاهدين، وأهلا بكم في صحافتنا ليوم الأحد 28 من تموز لعام 2024. نبدأها قراءة سريعة للأخبار الفنية والأدبية والمنوعات في جولتنا للصحف المحلية والعربية والعالمية. البداية من الصباح، وفي زاوية رياضة، منتخبنا الأولمبي يتعثر أمام الأرجنتين. خسر منتخبنا الأولمبي بكرة القدم يوم أمس السبت أمام نظيره الأرجنتيني بنتيجة 3-1 ضمن منافسات المجموعة الثانية من مسابقة كرة القدم للرجال في أولمبياد باريس. سجل لأصحاب التانغو كل من تياغو ألمادا والبديل لوسيان أوغوندو وإيزاكويل فرنانديز في الدقائق 64 و85، بينما نجح مهاجمنا أيمن حسين في تقليص الفارق في الوقت الإضافي من الشوط الأول. وفي مباراة ثانية، بعثر الفريق أوكرانيا أوراق الحسابات في هذه المجموعة عندما خطف فوزاً قاتلاً من المغرب بهدفين مقابل هدف واحد وبعشرة لاعبين، لتتساوى المنتخبات الأربعة بذات العدد من النقاط بواقع 3. أحبتي المشاهدين، من أخيرة الصباح أقدم تسجيلات كركوكلية. يدير أسط عادل أقدم محل تسجيلات في شارع أطلس وسط كركوك تسجيلات عادل قائلاً: تأسس المحل منذ عشرات السنين محتفظاً بأشرطة كاسية قديمة من التراث الغنائي العربي والتركماني والكردي لمطربين وفرق غنائية مرصوفة على رفوف في جدران المحل الصغيرة. وأضاف: لم يعد الكاسيت مطلوباً ولا تتوفر أجهزة جديدة لتشغيله، وتوقفت شركات إنتاجه، بات مجرد أرشيف تراثي، لافتاً أعمل حالياً بتصليح أجهزة الميكروفون والمكبرات والمسجلات أشبه بالتسلية لقضاء وقتي. وانتقالة أحبتي المشاهدين إلى صحيفة الزمان، وفي أخيرتها الأولمبي الجزائري يلقي وروداً بالسين تكريماً لضحايا تظاهرات 1961. ألقى الوفد الأولمبي الجزائري خلال حفل افتتاح أولمبياد باريس الجمعة ألقى وروداً في السين تكريماً للجزائريين الذين ألقتهم الشرطة الفرنسية في هذا النهر في 17 من أكتوبر 1961 لمطالبتهم باستقلال بلدهم، في لفتة نادرة بالنسبة لحفل افتتاح أولمبي. وقال أحد أعضاء الوفد الجزائري في مقطع فيديو أثته قناة تلفزيونية جزائرية على حسابها في منصة أكس: إن هذه اللفتة هي تكريم لشهداء 17 من أكتوبر 1961. تحيا الجزائر، تحيا الجزائر، تحيا الجزائر. وقام جميع أعضاء الوفد الجزائري الذين كانوا على متن القارب بإلقاء ورود في نهر السين قرب الجسر الذي ألقت منه الشرطة الفرنسية متظاهرين جزائريين. وفي 17 من تشرين الأول أكتوبر 1961 سقط عشرات المتظاهرين السلميين في باريس ضحايا حملة قمع دموية نفذتها قوات الأمن الفرنسية بأمر من مدير الشرطة آنذاك موريس بابون. وبحسب المؤرخين فقد قتل في حملة القمع تلك ما بين 30 إلى 200 متظاهر ألقيت جثثهم في نهر السين، فضلاً عن سقوط جرحى عديدين. وكان هؤلاء الجزائريون يتظاهرون من أجل استقلال بلدهم عن فرنسا.
وفي أخيرة الزمان أيضاً، القضاء الفرنسي يحفظ قضية ضبط أسلحة في منزل ديلون. حافظ القضاء الفرنسي قضية ضبط 72 قطعة سلاح ناري في منزل الممثل ألان ديلون، أحد آخر عمالقة السينما الفرنسية. واتخذ هذا القرار من دون التمكن من سماع إفادة النجم البالغ 88 عاماً، نظراً إلى ضعفه وبناءً على رأي طبي، فيما أشارت النيابة العامة إلى إصدار أمر بإتلاف كل الأسلحة النارية والذخيرة. وعثر المحققون على ترسانة كاملة خلال دهمهم منزل ديلون تضم 72 قطعة سلاح، معظمها من الفئتين ألف، بعض الأسلحة النارية والمواد الحربية، وباء الأسلحة المستخدمة في الرماية الرياضية وتلك المستخدمة في حالات الخطر المهني، وأكثر من 3000 طلقة ذخيرة. كذلك لاحظوا وجود منصة للرماية في العقار التابع لمنزل الممثل الذي يهوي جمع الأسلحة النارية. وأوضحت النيابة العامة في بيان أن التحقيق أظهر أن الممثل لم يسبق أن صرح للشرطة عن هذه الأسلحة ولم يطلب الترخيص بحيازتها. وإلى صحيفة الزوراء، وفي أخيرتها، ماجد المهندس ينضم لنجوم ألبومات صيف 2024. انضم الفنان ماجد المهندس لنجوم ألبومات صيف 2024. اطرح ميني ألبوم قبل أيام بعنوان البضاعة، والذي تضمن 4 أغنيات. وكشف المخرج بسام الترك عن كواليس تصويره لألبوم ماجد المهندس البضاعة الذي يضم 4 أغنيات، إحداها ديو مع ملحن الألبوم الفنان أحمد الهرمي. وقد صور الترك هذه الأغنيات 4 كاملة، التي كتب كلماتها كل من الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة وأحمد علوي وإبراهيم بن سواد، مقدما البرنس في كل أغنية بإطلالة مختلفة تعكس مضمون الأغنية. وهذا التعاون هو الرابع الذي يجمع الترك والمهندس، والتي توجت جميعها بالنجاح. وفي تصريحاته قال بسام الترك: هذا هو النجاح الرابع الذي يجمعني مع البرنس ماجد المهندس، وحرصت على تقديم النجم المحبوب ماجد المهندس ب4 إطلالات مختلفة. وأنا ككل مرة ألتقي بها مع ماجد المهندس كنت بغاية السعادة للعمل معه، لأنه بالنسبة لي ليس فنانا عاديا، بل هو هالة كبيرة أتعامل معها على الصعيد الفني، ومدرسة مختلفة من الجانبين الفني والإنساني. وأيضاً من أخيرة الزوراء، الكشف عن ثروة عظيمة من الألماس يمتلكها كوكب عطارد. كشفت دراسة جديدة قام بها فريق من العلماء من معاهد الأبحاث في الصين وبلجيكا عن ثروة من الألماس مخفية داخل أحد كواكب مجموعتنا الشمسية. عطارد أصغر الكواكب في نظامنا الشمسي، وعلى الرغم من حجمه الصغير نسبياً، فإنه هو الكوكب الصخري الوحيد بخلاف كوكبنا الذي يحتوي على مجال مغناطيسي. وعلى الرغم من أنه أضعف بكثير من المجال المغناطيسي للأرض، إلا أن هذا المجال المغناطيسي قد يكون أقدم بكثير. وكشفت الدراسة الأخيرة لعلماء الفلك أن كوكب عطارد يمتلك ثروة من الألماس الصلب يبلغ سمكها 15 كيلومتراً، وتقع هذه الثروة بين النواة والسطح. ولقد أثبتت البيانات من رحلات الفضاء الأخيرة أن البقع الداكنة على سطح عطارد تتكون في الغالب من الكربون في شكل جرافيت.
وانتقالة إلى الصحف العربية ومن صحيفة الري: هاري خطر على زوجتي العودة لبريطانيا الآن. قال الأمير هاري النشر الثاني للعاهل البريطاني إنه لا يزال من الخطر بمكان أن تعود زوجته ميغان إلى المملكة المتحدة. وأجرى دوق ساسكس أول مقابلة رئيسية له منذ انتهاء قضيته في المحكمة ضد صحف مجموعة ميرور، وقال إنه يلقي باللوم على معركته ضد الصحافة باعتبارها محورية في تدمير علاقته بعائلته. وفي المقابلة التي أجريت في سياق عرض الفيلم الوثائقي الصحف الشعبية في المحكمة الذي بثته قناة آي تي، قال الأمير هاري إنه يخشى الهجوم على زوجته إذا عادت إلى المملكة المتحدة بسبب الاهتمام الذي يجذبه الزوجان. وأضاف: لقد دفعوني بعيدا جدا. وقال: لا يزال الأمر خطيرا، وكل ما يتطلبه الأمر هو ممثل واحد منفرد، شخص واحد يقرأ هذه الأشياء ليتصرف بناء على ما قرأ، وسواء كان سكينا أو حمضا أيا كان، وهذه أشياء تثير قلقا حقيقيا بالنسبة لي. هذا أحد الأسباب التي تجعلني لا أعيد زوجتي إلى هذا البلد. ومن صحيفة الأهرام قصور الثقافة تختتم فعاليات مهرجان أهالينا الصيفي في أسيوط. شهدت قرية قاو النواورة بمركز البداري بمحافظة أسيوط ختام مهرجان أهالينا الصيفي برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة واللواء الدكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، والذي نظمته الهيئة العامة لقصور الثقافة بإشراف الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف نائب رئيس الهيئة ضمن برامجها الصيفية المكثفة في جميع المحافظات. استهلت الفعاليات بلقاء بعنوان إنجازات الدولة المصرية خلال الآونة الأخيرة، استعرض خلاله جمال إسماعيل مدير عام الشباب والرياضة بالبداري سابقا أهم المشروعات التنموية التي نفذتها الدولة في مجالي الصحة والتعليم، وأحدثت بدورها طفرة في المجتمع. أخيرا مشاهدين الكرام، إلى البي بي سي. ماجد أبو مراحيل أول من حمل العلم الفلسطيني في الألعاب الأولمبية مات في حرب غزة. كانت الدموع تنهمر من عيني ماجد أبو مراحيل عندما دخل يوم 19 تموز 1996 إلى ملعب الأولمبي في أتلانتا وهو يحمل علما فلسطينيا عملاقا. كان ذلك في افتتاح الألعاب الأولمبية، وأمامه مشى أحد أعضاء التنظيم يرفع لافتة كتب عليها فلسطين، وأعلن عن دخولهما أولاً امرأة نطقت اسم فلسطين بالفرنسية ورجل نطقه باللغات الإنجليزية، وكانت تلك المرة الأولى في تاريخ الألعاب الأولمبية. وكان في الملعب 80,000 متفرج يشاهدون مراحيل، فضلاً عن الملايين أمام شاشة التلفزيون عبر العالم. ويرى البروفيسور خافير غوانسليس ديل كاسيو من مركز الدراسات الأولمبية في الجامعة الأوروبية، يرى أن ذلك كان معلماً مهماً في مسيرة فلسطين، ليس فيما يتعلق بالرياضة فحسب، بل فيما يتعلق بها كإقليم ومطلبها كدولة، لأنها ظهرت لأول مرة على شاشات التلفزيون باسم فلسطين. في ختام هذه الجولة الصحفية المنوعة أحبتي المشاهدين، نشكر طيب متابعتكم. إلى اللقاء.